السجون تيقول لك اعاده الادماج، ادماج هذاك عشفويا، ما تيندمجو بنادم لا يندمج نفسه مع نفسه ولا غيندمج نفسه، واللي ما غيندمج نفسه راه الهويه تتلاقاه. والسجون عاوتاني دابا راه ولا فيهم بزاف ديال الخنق والقمع، وبزاف ديال بحال تقول واحد الاسلوب ديال انا على ما تيبان ليا بالراي ديالي وكله تنحترم اي واحد، بحال الميز العنصري. فاس بنادم مثلا كم سجون تيعطيو جوج خبزات نهار كامل او ثلاثه الخبزات نهار كامل، وكل وقيته ديال الغداء تيجيبوا لك كاس ديال الصوبه، اذا كاس ديال الصوبه مثلا يغديك، مازال نديرو كاس اتاي كاس القهوه راه غيفطرك، ولكن كاس ديال العداس، كاس ديال الحماص، كاس ديال اللوبيا، كاس ديال هادي غيغديك ما غيغديكش. ومع الربعه مثلا تي ولا ثلاثه ونص تعطيو لبنادم العشاء، عمرك شي عشاء مع ثلاثه ونص؟ ياك حيو مثلا حيدو القفه يديروا العباد الله فين تاكل وفين هادي، راه انا تنادي تنادي على جميع المسؤولين، والله ينصر سيدنا. انا تنقول سيدنا تيدير المستحيل مع المواطنين ومع المساجين ومع هادي، ولكن واحد بعد الناس يهضموا لهم الحقوق ديالهم. بحال دابا حنا عايشين في هذا الوطن، اللي شد شي بلاصه تيحكمها او تي هادي، بحال اللي شد شي فيلمة تيستولى عليها، بحال ما تيمشي تيقول له جنون السلطه شي بغي يفرض واحد السيطره وواحد على بزاف د الحوايج. وحنا دابا مثلا داك القمع وهادي بغينا نشوفوا كيفاش، واش سيدنا مثلا عارف هادشي راه تعطيو لعباد الله كاس ديال الصوبه مثلا، حالات الاغتصاب اخويا علي بعد الصراحه نقولها لك ما كاينش الاغتصاب، حيت واخا مثلا تقولوا المربيين او الموظفين ما غيخليوش هاد الحاله توقع، هادي صراحه ما نكذبش، هما تيحاربوا مثلا هاد الاغتصاب والحشيش، ولكن كاين اللي بعض فيهم هو تيجيب الحشيش وهو هو داير عصابه ديالو داخل السجن. ممارسه الجنسيه خويا هذاك نقول لك واحد الهضره اللي تيكون ملتامي ولا فيه كما تنقولوا ليه حنايا، راه هو اللي تيمارس ديك، ولا راجل راه راجل، هادشي اللي نقول لك، اللي باغي بخاطره اما شي حاجه القوه ولا هادي هذيك ما كايناش. ها هضره هذيك اللي تسمع عليها، ها هضره ابيض اخويا، راه شنقول لك ابيض راه غتبيض، راه نحط اي واحد جيب لي فروج نحطه بين الحيوطه ونعطيه ياكل غيخرج بيض وغيخرج هادي. فمثلا تدخل تخرج مع 9 الصباح تدخل مع 11، مع 11 وانت مزموت جوج ونص قول 3 ولا 3 ونص تخرج 4 تتكون داخل، اذا شحال تتعيش خارج الزنزانه. وكاين بعدا كاين شي حباسات الكور ديالهم مفوه بحال كتشوف الشمس، اما كاين سي شوجون على الحيوطه كيدير بنادم ما يخرجش ابيض، اما شي حاجه اخرى والو. واخويا شنقول لك التهم، انا باش ما نكذبش عليك انا تشديت عده توهام، ولكن انا ربي عفى عليا وتابع عليا ورجعت للطريق المستقيم مع نفسي، ماشي كخوف من الحبس او كخوف من شي حاجه، انا بغيت انا نتزوج ونكون اسره ونكون مع راسي ونخدم على والديا، حتى انا اللي خلاني قطعت كل شيء، لا كارو لا حشيش لا شراب لا هادي، قطعت كل شيء هو الوالد ديالك توسط السجن وتوفى لي وانا في الحبس، في واحد السجن تيقولوا ليه طيطه طيطه واحد ومن تما اندمجت نفسي بنفسي، اما ما كاينش شي اندماج ولا شي التفاته ولا والو. هذيك القضيه ديال شاف شومبر اخويا، كله شاف شومبر على راسه، الحل من الموظف والسده من الموظف، الا حلك بغى يردك بطل راه تيردوك بطل، بغى يردوك بيضاء راه تيردوك بيضاء، بهذا المفهوم هذا. اما هذيك ديال عنصر عنصر ولا هذه عنصر ديال الجيب، تتكون زعما سميتها كما تيقولوا لها هما فين هي ديالي الكرمومه، فهمتيني جيب لي ديالي، هذا هي العنصر فهمتيني. من ناحيه اش كاين هكو هك اخويا الحشيش، اش نقول لك كاين وكاين، ماشي نكذبوا ولا انا تنهضر معك راجل، الحشيش مره يكون مره ما يكونش، هو فحال مثلا فحال الموجه، مره تبان لك الموجه هي اربع ضربات هنا مره ما كايناش، هذا هو الحشيش، هذا هو البلايص، راه البلايص كل شيء يبيعهم، الا ما باعهمش مثلا بخبر الموظف اللي تيكون شاف كارتي ولا هادي راه ما كاين لا بيع لا والو. ودابا مثلا كاين سي شوجون فحال السجون في القنيطره مثلا، سجن مدينه القنيطره العواد تيقولوا ليه كاين 28 واحد 18 واحد في سيلون، كي غيعيش هاد بنادم هذا في النظريه ديالك؟ وسيلون جوج اش نقول لك جوج متر على 4 متر، اذا الى كان هذا راه خاص ماشي اللي غنحملوا المسؤوليه مثلا
الموظف ولا المدير المؤسسه تنحموا الاداره، الاداره ومن هذا المنبر واخا تدير هي خدمتها بعض الخدمات وبعض الحاجات ما تصيفطش مسؤولين اللي انا مراقبين، حيت اخويا داك دخل الحبس وتيخرج وكاين اللي تيدير واه وكاين اللي تطلف عليه التهمه. مثلا خص هاد المسؤولين كمثلا مسؤولين كبار اللي تنهضر عليهم انايا اللي عارفين هاد الشيء هذا واش نهضر معاهم انا من هنايا باش يفهموا يحيدوا ديك القضيه بلان. ما معنى بلان؟ هي بلان انا تنقولها لك انا من هنا بلان هي زعما لفق التهم، تتلفق البنادم التهمه مثلا انت يدير واحد الانسان جريمه تتقول لي معايا عبد القادر ومعايا مبارك تيمشيو يجيبوا عبد القادر ومبارك، علاش ما يتحملش المسؤوليه عبد القادر؟ كما مثلا تيورينا في التلفازه احنا شدينا رموك الحشيش وشدينا جوج العناصر ومازال البحث جاري. اذا فينا هو الجاري؟ ما عمركم وريتونا دوك اللي صيفطوا دوك الرموكات الحشيش، شكون هما؟ جنون. هادشي اللي بغينا نعرفوا حتى حنايا. ومصابكو كان الصحافه فحالكم مثلا نتومايا وتيجيو فحالكم يسولوا عباد الله اللي خصها تهضر وعندها غير على هاد البلاد هادي مصاب. كاين دابا انا بعد الله حتى انا الصحافه انايا تقريبا حاضين عطرتي على المسكه والنابو تعمر الجياب. الا عطاه عطاه عمر ليه جيبو تيسد فمو وتيسد عينيه. قليل اللي تشي فحال هكا تيجي سوال ويجي دابا نتوما كي تدوروا في البحر تتعزلوا كما تيقولوا تتشوفوا هذا الانسان مالو وتتشوفوا هنا وتتشوفوا هنا مزيانه هكايا باش الواقع تيتفتح وكلشي تيتفرش. واخا كلشي راه عارفينو المغاربه ولكن ما كاينش اللي تيوضحوا لهم، فهمتيني؟ انا اللي نطلب من المسؤولين هما يحيدوا قضيه البلانات، ماشي الديب يدير فيها ولا دير الديب ويمشي فيها الديب. هادشي اللي هادي صاحب الجلاله. مالكم يا حسادنا طرابنا يبان لكم زبيب وبحرنا يبان لكم حليب، اللي ناضي يقول علينا كلام العيب، قعدنا قاع الديب وعندك عينك على بلادك تغيب، راه الرمال مرضها صعيب وسمها في قاعه وما توريه الحبيب، واخا يفرشوني نار الجمار وسما تصب الحجار على بلادي ما نتواضر واخا يتحد العمر، سيدنا عطاكم الحكم الذاتي باش يرضي الخواطر، باش ما تقهر لا انت ولا انا ولا الاخر. وانت عير جالس تدفع وتزطم، ما بغيتي تهدى، ما بغيتي تتواضع، ما بغيتي تحشم، واخا يفرشوني نار الجمار والسما تصب الحجار على بلادي ما نتواضر واخا يتحد العمر، سيدنا عطاكم الحكم الذاتي باش يرضي الخواطر، باش ما تقهر لا انت ولا انا ولا الاخر، وانت عير جالس تدفع وتزطم، ما بغيتي تهدى، ما بغيتي تتواضع، ما بغيتي تحشم.